الأهلي وعلاقتك بالنادي الأهلي، عاوز أتكلم عنها يا محمد. عمر يعني بصراحة القرز الحتة دي والحب ده الحاج، يعني الحاج من كبير الأهلوية ومشجع له من زمان، يعني ليه بعكس والدتي. أوكي. يعني والدتي زملكاوية. أوكي. فالحمد لله الواحد اتعلم كويس، ويعني النادي الأهلي مش رياضة بس، تعليم، أساسيات، حياة، يعني هو اللي بيديك يعني النظام اللي هو تمشي عليه في حياتك، مبادئ، طموحات، فالحمد لله. حق الأهلي وعلاقتكم أنتوا كعائلة بالأهلي؟ أنا طول عمري بشجع الأهلي، يعني من 64 وأنا بشجع الأهلي، اتفرجت على كابتن محمود الخطيب وكابتن الشربيني وكابتن الشيخ طه، كل دول اتفرجت عليهم لغايه الجيل ده. فانا طول عمري بشجع النادي الاهلي، حتى اللي بيلعب اي لعبه، كره يد، كره طايره، اي حاجه. فانت اللي خليت مؤمن يروح الاهلي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى. فأوب مؤمن قال جمله دلوقتي يمكن عدت كده، قال لك الاهلي ده حياه مش مجرد صح. نادي تعليم. دي حركة مؤمن، دي تعني ايه؟ أو يعني مش سامع. مش سامع. أول مرة عملتها امتى؟ أول ما رحت الأهلي. أول ما رحت الأهلي، ودي كانت لجمهور الأهلي؟ لا ما كانش، يعني قال لك بقى هو مشي من الزمالك يروح الأهلي مش هيعمل حاجة وخلاص، هو بطل وبتاع. فالحمد لله أول ماتش ليا جبت جونين الزمالك. فعملت الحركة. أنا بسامع يعني كلام. عملت عاوز أشوف. وخلاص مشيت. على طول. لا الحمد لله. حتى مالك كمان يعمل. مالك بيعمل لوحده. يتقدم لنادي الأهلي. موقف الأهلي مع مؤمن زكريا. في عرف الأهلي ليس استثناء، اعتاد الوفاء، هكذا البيت مع المخلصين، وروح الأهلي أكبر من شعار، شيء يستدعي الإبهار. ومن حديث المحبة إلى بسمات الأحبة وذكريات الكبار، الثلاثية والأفريقية كانتا في الحوار. أنا شفت الموسم ده والموسم اللي في ارتباط كبير بين اللعيبة وبين مؤمن، يعني أكثر من أنهم علاقة لاعبين ببعض، يعني في أكثر من موقف، يعني قبل الماتشات، بعد الماتشات، طريقة الاحتفال بالأهداف، في رسائل من الأهلي. ما هي دي الروح، دي روح البطولة، دي الروح اللي جيب تعمل بطل، يعني الروح، لأن البطولة دي مش بس لعيبة كويسة ولا إمكانيات كويسة، لا، إمكانيات كويسة ولعيبة كويسة وجمهور مساند ومشاعر طيبة بالإنسانية، فدي اللي بتخلي الناس كلها تلتف حول بعض. يعني إيه تقول للعيبة، لعيبة الأهلي؟ شكرا على كل يوم اتعاملت معاكم من أول واحد الأزهر واحد، كله كان واقف جنبي بإخلاص، بحب، مش اللي هو عايز يمثل ولا حاجة، لا، واحد من عيلة، وعلى يعني عيلة النادي الأهلي دي سهلة، إن تخش المنظومة صعبة عشان في أساس ووصم وده تعليم، فالحاجات دي سهلة، فالحمد لله بشكرهم واحد واحد، بقول لهم إن شاء الله بإذن الله أكون معاكم يعني.